جاب الامن بالتفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء اللهم اجعلنا ممن يتبعون هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد جاء رمضان سريعا وانتهى رمضان سريعا، ونحن الآن في فترة ما قد يحدث فيها انتكاسة بعد رمضان، وأخص موضوع العبادة. فموضوعنا اليوم هو الاستقامة على الطاعة بعد رمضان. إن الله تبارك وتعالى قد فضل بعض الأيام على بعض، فهو خالق الزمان وهو خالق المكان، وفضل بعض الأماكن على بعض الأماكن الأخرى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم مكة وأنا قد حرمت المدينة، فأصبحت المدينة مثل مكة بلد حرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأزمنة فضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان عن بقية السنة في كل شيء، في أجر أي عمل صالح تعمله، في الصيام، في نزول القرآن، في ليلة القدر، يعني طبعا إلى آخره. ولكن موضوعنا اليوم هو إن كان الله تبارك وتعالى أمرنا بالعبادة في شهر رمضان، فهذا لا يعني أنه أمرنا بعدم العبادة في غير رمضان. فنحن لا نعبد رمضان ولا نعبد الزمن ولا نعبد المكان، لأنهما خلق من خلق الله. إحنا نعبد الله تبارك وتعالى، ولذلك نعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى فنقول ما قال تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. ما هو مطلوب منا هو تنفيذ هذه الآية في رمضان وغير رمضان. هذا هو العلاج، علاج الانتكاسة التي تحدث بعد رمضان، هو هذه الآية. الاستقامة هي علاج الانتكاسة التي تحدث بعد رمضان لكثير من المسلمين وكثير من الناس. فكيف تكون الاستقامة؟ أن تعتصم بالسير
على طريق الله سبحانه وتعالى وألا تحيد عنه. سئل سيدنا أبو بكر الصديق عن هذه الآية كيف تكون الاستقامة؟ قال سيدنا أبو بكر الصديق: هذه الآية تعني استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. الاستقامة بالفعل ليست بالكلام. وسئل سيدنا عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذين استقاموا هم الذين لم يراوغوا روغان الثعالب، لا يتلاعبون بالأزمنة ولا بالأوقات، ولكن يركزون عبادتهم على الله تبارك وتعالى طوال الوقت وطوال الزمن. فيحاول العبد أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى بعد رمضان وألا ينقطع عنها كليا. طيب، ما هي الأسباب التي تعين على الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى بعد رمضان؟ الاستقامة نقول هي الحل الوحيد وهي السبيل، وهي الاستقامة التي لا تتأتى بالأماني ومجرد الكلام، وإنما لها شروط وأسباب. أول هذه الشروط والأسباب: أولا الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لتعلم أن الله تبارك وتعالى الذي وفقك في رمضان للصيام والعبادة وتلاوة القرآن هو وحده الذي قادر على أن يعينك على المداومة على ذلك، مش شطارة مننا، ده ربنا سبحانه وتعالى يوفق خلقه لعبادته. فالاستقامة ليست قوة منك ولا قدرة ولا فتوة في جانبك، وإنما هي محض منة من الله تبارك وتعالى وفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن تتكل على نفسك في شيء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أولا هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثانيا المجاهدة، مجاهدة النفس. النفس دائما تدعوك للمعصية، هتطاوع؟ ما انت هتقول احنا مش في رمضان. وعلى رأي الشاعر أحمد شوقي: رمضان ولا هاتها يا ساقي الخمر مشتاقة لمشتاقي. ما بقى العملية بقى الشيطان بيزين، خلاص رمضان عدى كل حاجة بقت حلال. لا لا، الحرام هيفضل حرام في رمضان أو غير حرام أو غير رمضان، ما تفرقش. فمجاهدة النفس والشيطان ومجاهدة الهوى والمصابرة على فعل الخيرات والطاعات والمصابرة عن الشهوات والمنهيات حتى بأمر الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سئل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يا إمام، متى يجد العبد طعم الراحة في الدنيا؟ فقال الإمام أحمد: لا يجد العبد طعم الراحة في الدنيا إلا إذا وضع قدمه في الجنة يوم القيامة. فالدنيا ليست دار راحة، ليست دار متعة لمن أراد أن يرتاح فيها. الدنيا كظل زائل وعارية مستردة، لا يجب أن تسكن فيها وتطمئن. وسئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: كيف الراحة يا إمام؟ فقال: لا ينبغي للرجل ذي المروءة أن يجد طعم الراحة في الدنيا، فإنما هو في هذه الحياة الدنيا في نصب حتى يلقى الله. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن الله تبارك وتعالى لا يمن عليك بالاستقامة ويذيقك لذتها ويعطيك ثوابها إلا إذا ثابرت وعملت لها ودعوت الناس إليها وجاهدت حتى تصل إليها. ثالثا رفقة أهل الطاعة يساعد على الاستقامة. وانت بتروحش تمشي مع ناس فاسدين وفي الآخر تقول أنا مش عارف أستقيم، وانت اللي حاطط نفسك في موقف غلط. ولذلك أكبر العون على الطاعة ومن أعظم أسباب الثبات عليها هو أن يكون لك أصدقاء يعينوك على طاعة الله. لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فالأصحاب بيعينوا على الطاعة. علامات القبول، من أهم علامات القبول بعد رمضان عشان تعرف بقى ربنا قبل منك رمضان ولا لا، ما أنت مش قاعد شهر تصوم وتقرأ قرآن وتقوم الليل وتصلي التهجد، تعرف ربنا قبل منك إزاي. أهم علامة من علامات
قبول ربنا تبارك وتعالى العمل في رمضان هو أن تستمر وتداوم على العبادة بعد رمضان. ليه؟ لأن ده معناه أن العبادة في رمضان أثرت فيك، بقى لها أثر عندك في حياتك، أنك لا تنقطع إلى الله، أنك ذقت طعم العبادة وذقت حلاوة الإيمان. فإن كان رمضان قد انقضى فإن الصيام والقيام وتلاوة القرآن والعبادة والطاعة لم تنقضي. ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان ينقضي ويفوت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبئس العبد عبد لا يعرف ربه إلا في رمضان. ولذلك عندنا مثلين على الموضوع ده، مثلين للتحذير يعني، حذرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن اثنين. واحد عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعوراء، كان عالم وكان تقي لله تبارك وتعالى، وأذقه الله حلاوة الإيمان والإخلاص لله. خلي بالكم يا أخواننا، العاقبة يعني العبرة بحسن الخواتم، مش تبقى عايش طول عمرك في طاعة الله وتختمها أطران ولا مؤاخذة وزفت وتلاقي نفسك ضعت. لا، شوف هذا العابد من بني إسرائيل بلعام ابن باعوراء، كان عالما كبيرا ثم انقلب على عقبيه واشترى الضلالة بالهدى واشترى العذاب بالمغفرة، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والعياذ بالله، بعد ما كان إمام المتقين أصبح إمام الغاوين، ضاع وضيع الناس معاه، والعياذ بالله. المثال الثاني، احنا قلنا مثالين على موضوعنا، واحدة اسمها ريطة بنت سعد، ريطة بنت سعد هذه كانت امرأة مجنونة متخلفة في مكة، كانت كل شيء تعمله حاجة واحدة كل يوم، كانت تغزل طوال يومها غزلا قويا، الغزل اللي بتعمل بالإيد، ثم تأتي آخر النهار تنقضه تفكه تاني، بعد ما اشتغلت عليه تفكه تاني وترميه تبدره، تبدأ تاني تاني يوم بالعكس. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وقال: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ده الانتكاسة اللي احنا بنقول بتحصل بعد رمضان، فأنت اشتغلت كويس قوي وبنيت، وتيجي بعد رمضان تهد اللي انت بنيته كله، والعياذ بالله. دون مثلين للتحذير. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العبادة بعد التعود عليها، فقال قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو بن العاص: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل بعد رمضان. خد من رمضان حاجة تستمر معاك بعد رمضان. كنت بتقيم الليل، كنت بتقيم كل يوم، مش لازم يصير تقيم كل يوم، خليها كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرتين، كل شهر مرة، كل شهر مرتين. خلي لك عادة من عادات رمضان تلاوة القرآن، كنت بتقرأ القرآن كل يوم ما تنقطعش، خلي لك ورد يومي من تلاوة القرآن. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة؟ فقالت أم المؤمنين: كانت عبادته، كان عمله دايمة، دايمة يعني مداوم. وقالت في حديث آخر رضي الله عنها: إن أحب الأعمال إلى الله، قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللي يستمر حتى لو قليل، ما تستحقرش عمل خير وعمل طاعة. تقول لي تقول يعني سبحان الله؟ أيوة يا سيدي، قول سبحان الله. هو أنت اللي تحاسب عليها ولا ربنا اللي حاسبك عليها؟ أنت قول بس، اعمل. إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. هذه كلها تحذيرات من القرآن والسنة حتى لا تحدث الانتكاسة بعد رمضان. وهنا نرجع ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ديننا يقوم على العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
مهمتنا في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن مواسم الطاعة والعبادة في الإسلام لا تنقطع. فمجرد انقطاع رمضان دخلنا في شهر شوال، وشهر شوال كما قال أهل العلم هو من الأشهر المعلومات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله الحج أشهر معلومات. فبيبدأ الناس يجهز من الحج دلوقتي، موسم الحج، فأنت بتخش موسم طاعة لموسم طاعة تاني، مش انقطاع. وحتى بعد رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نصوم 6 أيام من شوال على سبيل المثال، حتى تعلم أن العبادة مستمرة لا تنقطع. ونختم بقول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت. اعبد ربنا حتى يأتيك الموت، يعني طول عمرك. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين، كما مننت علينا بالطاعة في رمضان أن تمن علينا بها بعد رمضان. اللهم اجعلنا من المداومين على الطاعة بعد رمضان. اللهم وفقنا للقرآن كما وفقتنا في رمضان، وفقنا لتلاوته أثناء الليل وأثناء النهار في طول السنة وفي طول العام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بعد رمضان يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم يوصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم احفظ بفضلك هذا المسجد. اللهم احفظ بفضلك هذا المسجد. اللهم احفظ بفضلك كل المساجد يا رب العالمين. اللهم زد مساجدنا ولا تنقصها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مساجدنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا جميعا وموتى المسلمين. اللهم استخدمنا واستعملنا في الخير يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى كدر ترسو حد من الورا يكمل هنا، واحد يجي هنا. خلاص استوى اعتدلوا. رباه سبحانه مزات الشياطين. الله اكبر الله اكبر كبير الحمد لله كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله.